ما الفنان اصلا ما ممكن او ما مفروض يكون هو بيدعي للحرب، مو مفروض يعني. ممكن يدعم بلده، ممكن يدعم بطرق يعني بطرق مختلفه، لكن ما انه يدعم الحرب بذاتها في روحه. الصوره اللي كانت متداوله لل يعني كنت بتكلم قبل شويه معاهم بقول لهم انه الصوره دي فيها نشاز، يعني انت لما انت عين لها في نشاز بصري. ليه؟ لانه الفنان بطبيعه الحال يعني المؤسسه، لان لما تجيب لي فنان لابس لبس جيش، واللي هي مؤسسه قايمه على الاوامر، قايمه على النظام، قايمه الحاجه دي ذاتها اصلا للعين ذاتها فيها نشاز، لانه الفنان بطبيعته متمرد بطبيعته، يعني ما ينفع تخده في حته زي دي، ما ينفع انه يغني للحرب. عشان كده انا ضد الفكره. ممكن يدعم بطرق ثانيه، يعني انت ممكن في الفترات مثلا بتاعت الحراك انا كنت بشجع الناس انها تطلع، وكان في ممكن يحصل كذا وكذا وكذا، لكن ما حرب. انت بتنتزع حقك مختلفا انك انت تخش في حرب، بعد ده رايي الشخصي يعني.